مشاهدينا الكرام مساء الخير. من عقد التأليف ودخول التكليف شهره الرابع من دون حلحلة إلى جلسات المحكمة الدولية ومرافعاتها الأخيرة، وصولاً إلى استمرار السجلات التويترية على أكثر من خلفية وقضية، كلها عناوين ترخي بظلها الثقيل على يومياتنا السياسية والمعيشية والاقتصادية، عناوين تبدو وكأنها تدور في حلقة مفرغة وتنتظر حلاً طال أوانه. هذه العناوين والمحاور ستكون المواضيع الأساسية لحوارنا هذه الليلة مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، رئيس كتلة ضمانة الجبل، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، النائب الأمير طلال إرسلان مباشرة من دارته في خلدي. الألقاب بدأ حلقة بحالة. مساء الخير. يسعد مساك. مساء الخير. وسهلا فيك. معالي الوزير أو بدك أو أمير طلال أو شو يعني شو اللقب هيك اللي بتحب؟ ما بهمني الألقاب. أو رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يمكن أحسن لقب. شيء بتحس أقرب للناس. صحيح. رئيس الحزب. صحيح. من إنه النائب. صحيح. أو الوزير. صحيح. أو المير أو. صحيح. على كل حال في عنا عناوين كتير رح نحكيها معك الليلة، بس قبل بدي أشير إلى أنه الهاشتاج الخاص بحلقتنا دار خلدي بدا من وحي كل الحديث عن موضوع العقدة الدرزية يعني بالحكومة، فالهاشتاج الخاص بحلقتنا لليوم دار خلدي بدا، فيكن تبعتوا تغريداتكن أو تعليقاتكن من خلال هذا الهاشتاج الخاص بحلقتنا لليلة مع المير طلال إرسلان. أيضا الفويس نوتس عبر رقم الواتس أب 7687881. مير طلال، حلقتنا الليلة مختلفة عن حلقتنا السابقة معك، يعني أنا اليوم كنت عم فكر بهذه النقطة إنه عادة أنت دائما الكاركتير أو الكادر يلي أنت فيه أقرب إلى تدوير الزوايا، إلى الجلوس في مكان سياسي يبقي على التواصل مع الجميع، بعيد نوعا ما عن الحدية قدر الإمكان، ولكن منلاقي بالفترة الأخيرة إنه فاتح كذا جبهة وفي جبهات متعددة وفي سجالات صاخبة وفي خلافات كبيرة، ليش هيك صارت الصورة مؤخرا؟ لا مش يعني خليني أكون دقيق. هلق أول شيء أنا مش أنا فاتح جبهات يعني ولا أنا بصدد فتح جبهات، إنما كلمة الحق بتجرح والحقيقة بتجرح كتير من الناس اللي أدمنوا على سياسة بالبلد، سياسة كذب، سياسة رياء، سياسة استخدام الناس لمصالح شخصية، تسخير الدولة بشكل ما مرق على لبنان بحياته، مستوى الفساد والإفساد والسرقة والنهب والرشوة وتسخير الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية والمدنية بشكل لا يوصف، خارج المنطق والمعقول. بس يعني مين مسؤول عنها كلها؟ يعني في عنا يعني تراكمات عبر سنوات طويلة تجعل من الكل مسؤول. يعني خلينا نكون واضحين، نحن بعد ما خلصنا شو بدك بالخطابات اللي بتنحكى والتصاريح والبيانات، هذا نحن أثار حرب 75 لهلق ما خلصنا منها، وكل الحكي الباقي كلام كذب ونفاق ورياء واستغلال رخيص لدم الناس، شهداء اللي سقطوا بالحرب الأهلية اللبنانية، استغلال الطائف، استغلال الدستور، ضرب القوانين، ضرب كل شيء. بلد مش محكوم لا بالقضاء ولا بالعدالة ولا بالنزاهة ولا بالدستور، بلد سايب. بس معالي الوزير، في عنا عهد قوي، في عنا رئيس جمهورية قوي، صار له سنتين، عنا رئيس جمهورية عملك. ليش كل هذا الأمر ما تزبط؟ يعني هذا بيطرح علامة استفهام كبيرة. لا أول شيء قبل ما نحكي ليش ما تزبط، خلينا نشوف النظام القائم شو بيعطي رئيس الجمهورية صلاحية ليقدر يصلح أو ما يصلح، قبل ما نحكي فلان وفلان وفلان وفلان. مش مسألة مين الرئيس ولا هذا،
نعم عندنا رئيس جمهورية قوي، نعم عندنا رئيس جمهورية قوي، هذا الدستور هونه. تفضل مقدمة الدستور. معلش لو بدي أخذ من وقتك في نقطة 2-3-4 أربع نقاط بالدستور. ونن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي تطليعاتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. ونيها المادة هي الدستور. مادة تاني الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. وني من 30 سنة. وني النقطة الرابعة إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. وني لا نقطة البند الأخير لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. ها مقدمة الدستور. بس هولي كلهم أنتوا كطبقة سياسية كلكم مسؤولين على اللي وصلنا له. حضرتك جزء من هذه الطبقة من 30 سنة. لا 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 أبدا. المسؤولين بدك تحكي بالمسؤولية الميليشيات، ذهنية الميليشيات اللي حاكم البلد. لا أبدا أبدا مش كل الطبقة السياسية أبدا. لا من بس أنتوا كطبقة سياسية جزء أساسي من هذا النظام على مدى 30 سنة. يعني إذا ما قدرتوا تطبقوا كل هاي المسؤولية مشتركة على الجميع. أستاذ جورج سهل هلق نحط فلان وفلان وفلان وفلان. لا هذا فيها ظلم وفيها تعدي وفيها هذا. لا السارق مش مثل المش سارق. لا تفضلوا خلي الإعلام والقضاء والدولة تفتح مسألة الفساد ببين. معلش يا أستاذ جورج ما عادش نضحك على بعضنا. هاي طبقة سياسية في عندك 128 نائب. اوعى تصدق طفل صغير بالبلد بيعرف مين الحرامي ومين الآدمي، مين الصادق ومين الكذاب. طيب مين عم يمنع المحاسبة؟ مين عم يمنع المحاسبة؟ بدك تشوف تركيبة هذا النظام كله سوا تركيبته. ما حدا فيه حاكم، حدا ما حدا فيه ابدا. بقول لك صرنا نحن مصدقين، بقول لك الديمقراطيه التوافقيه. شو هذا المصطلح الديمقراطيه التوافقيه؟ انا عم بسال. انت ضد الديمقراطيه التوافقيه؟ مش عم قول ضد الديمقراطيه بس شو معناها؟ خلينا نفسرها. شو معناتها؟ كيف تم استخدام كلمه الديمقراطيه التوافقيه؟ تم استخدامها بطريقه صرنا مزارع طائفيه ومزارع مذهبية، وصار كل فكرة الكانتونات قوم لأخذك هلق على الأجهزة الأمنية، قوم لأخذك على الأجهزة الإدارية، قوم لأخذك على الأجهزة القضائية. بس بنحكي بصراحة ما عشان نلبس كفوف يعني. طيب كيف موزعة؟ كيف موزعة؟ موزعة مراكز قوى باسم الطوائف وهي بعيدة كل البعد. نحن مشكلتنا بالبلد مش مشكلة طائفية أبدا ولا مذهبية. نحن عنا مشكلة بالبلد أساسية هي مشكلة تجار الطوائف والمذاهب. لا عنا مشكلة عيش مشترك ولا عنا مشكلة انفتاح اللبنانيين على بعضهم البعض. عنا مجموعة فاسدة بتدفش طوائفها ومذاهبها لما تكون مصالحها الخاصة اللي هي سرقتها واللي هي مصالحها الخاصة مش العامة بتكون بالدق، بتحط الطائفة والمذهب انه مشكلة مذهبية لتحرض الناس وتشد عصب الناس بطريقة البلد ما عادش قادر يتحمل. طيب هيدا الامر كله كيف بدنا نطلع منه؟ يعني شو الحل؟ يعني فينا نضلنا نحكي من هلا لبكره عن الفساد وعن المحاصصه وعن الطائفيه وعن المذهبيه وعن 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 وصار لهم كثير بيحكوا عن هيدا الامر وبعد ما وصلنا لحل وين الحل؟ يعني شو كيف المخرج من هالامر؟ بدك تبلش بحلين. شو هن؟ تطبيق الدستور. تطبيق الدستور لتعرف تنطلق منه
لتشوف وين نقاط الخلل لتصلحها. دستور قائم على مبدأ إنه ما فيك تاخد قرار إلا بالإجماع، كيف هي؟ فيكش تاخد قرار كهرباء، فيكش تاخد قرار مي، فيكش تاخد قرار مالي اقتصادي شو ما كان إلا إلا على قاعدة الإجماع. كيف بلد بده يقوم هيك؟ بفهم أنا في مسائل أساسية كبيرة تتطلب الإجماع الوطني العام مقبولة، بس نحن صلنا كم سنة لا كهرباء ولا مي ولا إنماء ولا عندك هجرة الريف إلى المدينة، مشكلة المهجرين. طيب هوني قصة، خليني أرجع لموضوع الديمقراطية التوافقية. يعني أنت مير ضد هذه الديمقراطية التوافقية، يعني ما عندك ضد الديمقراطية، بس عم تطرح علامة تطبيقة، عم تطرح بمفهوم الديمقراطية، عم تطرح علامة استفهام حولها. يعني لا 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 فسر الأمور غلط. لا فسر لي مظبوط، أنا عندي سؤال استطراد. الديمقراطية التوافقية عم تمارس خطأ. الديمقراطية التوافقية هي عنوان يجب أن يطبق بالأمور المصيرية، الأمور اليومية تحت شعار الديمقراطية التوافقية هو تعطيل لمؤسسات الدولة وللإصلاح ولمواجهة الفساد. وهذا مين بعين القضاة اليوم بالبلد؟ كل قاضي بالبلد بيروح لعند مرجعية سياسية ليتم تعيينه. كل مسؤول أمني بالبلد بيروح لعند مرجعية سياسية ليتم تعيينه. كل ترقية بالبلد بيروح عند مرجعية سياسية ليترقى. مجلس خدمة مدنية، الإدارات العامة، التفتيش، كله ديوان المحاسبة، كله. مير يعني هلأ اللي عم يسمعنا يعني هذا الكلام إنه يتحدث عن مقومات دولة مثالية، يعني لازم مش كل مثالية. يعني هذه المقومات اللي لازم إنه تعتمد بالدولة تصير منيحة. أنا ما عم بطلب دولة مثالية بلبنان، بصيرش في دولة مثالية فهمنا. بس في حد أدنى اللي عم بصير بلبنان بصيرش بأي دولة بالعالم. عال بس يعني أنا يعني لما أنا بسمع مثلا على سبيل المثال بدي أقرأ لك إياه لأنه سمعت على التلفزيون، إذا شيء له علاقة بملف. لا 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 لا, لا, لا مش ملف. في القاضي النزيه مروان عبوت، أنا ما بعرف، ما عرفي شخصي، من كم يوم طلع على شاشة المنار صباح، وصل اليأس معه حتى قيل بالحرف لو أستطيع أن أفتح دكان فلافل لتركت منصبي وهو رئيس الهيئة العليا للتأديب. شو رأيك؟ تقلك شو رأيك؟ اسمح لي أسألك، عم تحكي عن القضاء، عم تحكي عن موضوع الميليشيات، عم تحكي عن النزاهة الذهنية. الذهنية علاقة بذهنية ميليشيات. عم تحكي عن القضاء. ذهنية المقاربة، إنه هل يجوز أو من المنطق إنه شعب ما بتجمعه لقمة الخبز؟ ليه؟ طيب لما عم تحكي ما بتجمعه شعب، ما بتجمعه حقوقه الحياتية المعيشية دغري بحرضه طائفيا ومذهبيا وبقوموه على بعضه، هو فيش مشكل لا مذهبي ولا طائفي. ما عليك، لما عم تحكي عن كل هذه الذهنية الميليشيوية الموجودة، لما عم تحكي عن القضاء وكيف لازم يتصرف، لما عم تحكي عن كل هذه الأمور، يعني بالمقابل كمان في علامات استفهام وفي أسئلة ممكن اللي عم بيحضرنا عم بيقول طيب بالمقابل حضرتك كمان يعني في مآخذ على طريقة تصرفك، في مآخذ على طريقة إدارتك لأمور معينة، في مطلوب للعدالة كان مفترض أنك تسلمه وما سلمته وبين معك بسوريا. طيب يعني لما عم بنسمع كل هذا الكلام منك بالمقابل في سؤال مشروع، إنه إذا عم تحكي أنت عن ذهنية معينة وخاصة ذهنية ميليشيوية عند الناس، عم تحكي عن القضاء، طيب في حدا مطلوب من جماعتك وقلت أنت ما بتعرف وين هو والقضاء بده إياه طلع بين قدامك بسوريا، طب هيدي شو؟ خلصت؟ ايه أوكي. شو؟ ليش صار بسوريا؟ حدا سأل شو السبب؟ ليش ما سلمته؟ حدا سأل دغري انه المير ما سلم فلان. حدا سأل طيب انا بدي معلي شي، بدي زيع
شغلي صارت معي شخصيا من كم يوم مش من زمان. كنت بجلسة مع الله يوجه له الخير اللي بوجه له كل تحية واحترام من هذا العماد جوزيف عام شخصيا قائد الجيش. قائد الجيش عم نحكي بعدة أمور وصلنا على موضوع الشفافات. قائد جيش ببلغني بالحرف قدام المحامي الأستاذ أكرم عزوري إنه نحن بصراحة يمير ما كنا ما شفنا موقع اللي صار فيه الله يرحم روحه على أبو فرج محل ما توفى على أو استشهد على الجيش. ما شفنا الموقع إلا بعد ما تم إخلاء الموقع من كل من الجثمان ومن الجتي ومن الأدلة. طيب لما صار المشكل بالشفيفات وستة ونص وخمسة سبعة إلا تلت المساء استشهد الله يرحمه على الجيش وعناصر الجيش ومخابرات الجيش كانوا تحت كعب بن البناية موجودين. كيف ما بيطلعوا على محل ما استشهد الزلمة؟ كيف مسموح؟ ليش ما طلعوا؟ ما بعرف. يعني مين منعهم يطلعوا؟ ما بعرف. بدك تسأل تشوف. ايه بس هلا بدك تسأل بس هلا مير لحظة. يعني عم تخبرني هذا الكلام عن قائد الجيش وكأنه يعني وكأنه لحظة. حضرتك عم تتحصن بقائد الجيش لا او يعني يمكن هذا توريط لقائد الجيش يعني اذا عم تنقل هذا الكلام عنه. شو عم بنقل كلام كذب؟ لا يعني انه شو عم بنقل لحظة يمكن لحظة بركي هذا الكلام لحظة بركي شو بلكي فيش بلكي جورج يعني ما في بلكي جالس بالامانات بركي شو ما جاي في مصير تسع شباب محولين بالمادة 549 بتقلي مجالس بأمانات أي أمانات في عيال في نسوان في بنات في عيال عم تتحرض على بعضها بالشويفات وبالجبل فتنة الشويفات أنا بعرف كيف وين كانت وصلت الاستنفارات صارت من حصبية وجاه كيف القصة يعني؟ طب شو حقيقة يعني شو حقيقة الموضوع؟ لا لوين حفلة تزوير هاي. طويلة وين. عريضة كيف؟ حفل التزوير طويل الادعاء النيابة العامة وأنا مسؤول عن هذا الكلام ادعاء النيابة العامة خطأ توقيفات خطأ إخلاءات السبيل خطأ عم بحكي قانون طيب كيف بتتم ادعاء على تسعة اللي أنا هاو التسعة من عائلات الشريفات المحترمين كل عائلات الشفيفات محترمين يعني بس انه هودي وشباب هذا كيف بتم ادعاء عليهم بالمادة 549 بدون تقرير أدلة جنائية بالملف وبدون تقرير طبيب شرعي انا عم بسألك ايه مين المسؤول عن هذا الامر تفضل يعني في سأل القضاء في ايه بس في وزير عدل ما سألت وزير العدل وزير العدل عمالك وزير العدل عمالك كم ساعة البدنة من ديرة على وزير العدل وساعة البدنة من ديرة على الهد مين قالوا للمدعي عام التمييز حادثة الشويفات تمت مع الأسف بثمانية أيار الساعة سبعة الساعة بدأ إطلاق النار الساعة خمسة بعد الظهر خمسة وعشرة تنقل بعدة مطارح لأنه حصل اشتباك مسلح سبعة إلا تلت ستة ونص وخمسة استشهد الله يرحمه على مين هذا كان نهار ثلاثة نهار الأربعة الساعة 11 الصبح بقدرة قادر تفضل حضرتك إعلامي فوت على الموضوع إذا بتحب وفوت على تفاصيله أحدهم اتصل بمدعي عام التمييز معروفة بكل المعايير اشتباك مسلح من اختصاص المحكمة العسكرية الأربعة الساعة 11 الصبح أحدهم بيتصل بمدعي عام التمييز مين يعني بيتصل بمدعي عام التمييز القاضي
سمير حمود بيطلب منه نقل الملف من المحكمة العسكرية إلى بعبدة. ليش؟ السبب مدعي عام تمييز، هي صلاحيته. بس أنا بدي أسأل، مدعي عام تمييز كيف بيقبل نقل ملف حصل اشتباك مسلح بين حزبين لفترة ساعة ونص وتنقل في عدة مناطق بالشويفات، بيطلع من المحكمة العسكرية تاني يوم؟ طيب ماشي، سلمنا بالأمر. عم تحكي عن وزير العدل، وزير العدل لأنه شفاف وآدمي، وزير العدل صرحني قال لي بصراحة يا أمير تم نقل الملف على الهيدا، بس فضي بالك من تابعه ببعبدة بشكل واضح وصريح وما منقبل أي شبهة فيه. وين صارت المتابعة؟ بستاعش أيار يعني بعد أسبوع 8 أيام بتم الادعاء النيابة العامة على 9 أو 7 من الشباب بالمادة 549 القتل عمدا. أنا بوقتها أنا أثق بالقضاء، يعني ما أخذت وعطيت، قلت أمال لأنه أنا يمكن مني شايف. وكان في مؤتمر صحفي 100%، وقلت أنت ترفع الغطاء 100% إذا ثبت 100%. حملت حالي، في سجناء بعبدة سجناء مظلومين، واللي انسجنوا واللي مطلوبين بالنسبة لإلي أشرف من كل الأوباش اللي بالدولة واللي برات الدولة، إيديهم أشرف من الأوباش اللي تم ظلم فيهم لهالشباب. بستاعش أيار أنا تم الإدعاء في مساجين، قلت بدي أطلع زورهم لأنه مظلومين وأنا على يقين أنه مظلومين. طلعت زرتهم، شوي فت عند القاضي الله يوجه له الخير الرئيسي عون غادة عون، نعم، شربت فنجان قهوة عنده. قالت لي بالأول حكتني شوية سياسي بمحبة، حرام يعني أنا ما عندي شيء، مع أنه القضاء ما لازم يتدخل بالسياسي، هيدا شوي هيدا أنه ماشي الحق شوي أنه سلمني. قلت لها يا رئيسي طيب على أي أساس؟ بس بدي أعرف أنا على أي أساس. قالت لي في فيديو. قلت لها في فيديو؟ قال إيه في فيديو. قلت لها مبين بالفيديو أمين السوقي ضارب الأربيجي هو وهالشباب اللي هذا. قالت لي نعم هيدي مير سرية التحقيق، بس إيه في فيديو. قلت لها يا رئيسي حضرتك شفت الفيديو شخصيا؟ قالت لي مير موجود بالملف. قلنا لها خير رئيسي خير، بس يا رئيسي إذا في واحد أطلق أربيجي حضرتك بتدعي على 8 8 ضاربين الأربيجي. ماشي ما عادش بدي أخذ وأعطي لأنه ما أحرج القضاء بشيء. إيه بس الفيديو شو يعني روك ما وصلنا. فلينا من عند الرئيسي غدا شكرناها، حولت الملف عند قاضي بحترمه كتير وآدمي من خيرة الأوادم، وأنا ما بشك بإدميته وبنزاهته، القاضي نقوله منصور. أنا لما حسيت إنه في شيء بالملف مش ظابط، أنا مني خبير، لأني محامي ولأني خبير عسكري ولا بعرف بالأسلحة ولا عندي خبرة بتفاصيل هذا، حسيت في شيء مش طبيعي. تواصلت بالصديق الأخ المحترم والنزيه الأستاذ أكرم عزوري المحامي اللي أنا بتمنى إنه الدولة تستفيد من هيك نوعية موجودة بهالبلاد بالخبرة الخبرات اللي عنده. تفاجأنا بعد 43 يوم، تبه عالضبط شو عم قلك،
أمين السوقي ظهر معي بسوريا رح يظهر معي اليوم وبكرة وبعد بكرة، مش وحده، هو والثمان المدة عليهم ظلما. بس هذه ما فيها، خليني كفي، ما فيها استفزاز وتحدي للطرف الآخر، خليني كفي، اللي دفع شهيد، خليني كفي اللي دفع شهيد. إذا نحن إلنا علاقة لا سمح الله باستشهاده، بس مش يتم نحن اتهام على شباب أبرياء من وراء كذب ونفاق أو باش ركبوا الملف التركيب. خليني كفي، لا 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 بس مير، خليني جورج مين يجزم ببراءة الشباب؟ وصل لك جورج دخيلك، يا بتسأل سؤال بتخليني اشرح للرأي العام بس بدون تشويش، بس فيني قاش، فيني قاش، خليني قاش، عم بعطيك انا ادلي ووقع. تفضل. بعد 43 يوم من حادثة الشويفات بنتفاجأ انه بالملف القضائي مش موجود ملف الادله الجنائيه. طلع في رئيس قلم ببعبده خاف الملف عن القاضي، عن قاضي التحقيق. عرفتوا اسمه؟ ايه بعرف اسمه. فيك تعلن اسمه ولا لا؟ لا مش هلا. اوكي. بعرف اسمه. بعد 43 يوم انكشفت هالقصة، 43 يوم. بعد 51 يوم لقينا انه بالملف فيش تقرير للطبيب الشرعي. شو بتلاقي؟ 51 يوم، لا يوم ولا جمعة ولا جمعتين. طيب رحنا جبنا تقرير الطبيب الشرعي بعد مجادلة طويلة، والقاضي منصور الله يوجه له الخير شو طلع؟ استدعى هذا الطبيب الشرعي يقول حرفيا انه انا اعترف لم اكشف على الجثة بمكان الجريمة. وين كشفت يا حبيبي على الجثة؟ كشف على الجثة بمستشفى بعبدة بعد 3 ساعات من الحادث. طيب أنا بتقلي لما أشوف هودي شو بتريد؟ نعم بس يعني خليني كفي، بس بالنهاية في جريمة، كفي. في جريمة صارت، مين المسؤول عنها؟ خليني يعني كفي، هذا السؤال الكبير. خليني كفي، من المسؤول عنها؟ المحرض على مشكلة الشويفات بالإعلام قبل بيوم، واللي اللي بيعتبروه نايب، يعني المحرض اللي موجود بالإعلام جيب التسجيل، واللي أطلق الرصاص على الشباب بمحط بقدام أبو هدير بالشفيفات، واللي رجع طلع أطلق رصاص على السرايا الإرسلينية بالشفيفات، ساعتها بتقل لي مين المسؤول. لا انا اتهم زور ما لا اقبل. لك يا سيزر، انا واضح وصريح وما في شيء عيبني، عندي الجرأة وعندي الوضوح وعندي الشفافية التامة. انا هلق اذا امين السوق وايمن ابو ابراهيم ورباح الجردي وهشام الخشن وأسعد الجردي وطارق السوقي ومعش ذاكر إذا حدا ما يخزوني الشباب من أوكي، إذا هل إذا هاو متهمين وثابت عليهم، تبي شو عم قلك؟ إنه هني أحدهم أو هم مجموعين أو قسم منهم قاتلين لعلاء بفرج. أنا يعني طلال إرسلان قاتل على أبو فرج، وأنا بطلب رفع الحصان النيابية عني ومحاكمتي أمام القضاء علناً. هلق عم قلك علناً أبداً، وخلي المحاكمة تجري ولك الحدث له حديث. أنا لا أقبل مظلومية شباب مثل الضباط الأربعة. تفضل اسأل لواء حمدان،
اسال اللواء السيد، اسال اللواء على الحج. بس طبعا نروح على غير مش لا مش هروح على محل تاني. توقفوا 3 سنين ونص بالتزوير وبالتحريض، وتعرضت عائلاتهم وولادهم ونسوانهم لأبشع أنواع التحريض على دمهم وعلى حياتهم. هيدا شوي بعد 3 سنين ونص ما تواخذونا براءة، طلعتوا براءة. طب مين مسؤول عن التدمير اللي صار؟ ايه بس عال لحظة عال، لا خلينا بس بدي ناقشك. هاي تجربة بس انت عم بتقارن بين هيدا الشيء اللي له علاقة بالقضاء اللبناني وبين الضباط الأربعة اللي لها علاقة بمحكمة دولية وفي تهم عليها أن محكمة إسرائيلية وأمريكانية، يعني ايه شو طلع؟ انه هل تجوز المقارنة بين ملف داخلي من القضاء وملف له علاقة بمحكمة داخلة فيها السياسات والمصالح الدولية؟ ليش عم تتجادل معي؟ ما أنا عم وصلتك للبدك. شو بدك؟ إيه؟ بدك أنت تقول إنه أمين السوقي بدي أقول متهم وفلان ورباح وهشام؟ لا بدي أقول سمعني، بدي أقول هل في مؤامرة عليك؟ يعني طبعاً في مؤامرة، عم نحس من كل هذه المقاطع وكأنه في مؤامرة. ليه؟ مؤامرة على الدروز. ليه بده يكون في مؤامرة؟ في مؤامرة على الدروز. من مين؟ وفي مشروع فتني بالدروز كان لح يصير من وراء الأوباش اللي عندهم مصالح شخصية، سرقوا تولوا أعلى مراصب بالدروز، سرقوها ونهبوها. لليوم مش واصل شيء للناس لا من قريب ولا من بعيد. الوضع الدرزي بده مراجعة كاملة بأدق تفاصيله وبجرأة كاملة، بدون كذب وبدون نفاق وبدون تحريض. يا إما الحقائق، أنا عم قل لك أنا مسؤول. لك يا أستاذ، نحن بيت ما تعودنا نحط الناس قدامنا ونتخبى وراها، ما تعودنا. صدري قبل صدر كل الناس على السطح. مظلومية على أحد هيك لأنه قرر شي واحد من الأوباش يتهم ويتاجر بدم علاء أبو فرج، وهيدي الله يوجه لها الخير امه لعلاء نور اللي الله يساعدها على هالمصيبه. مصيبتها مصيبتين، مصيبه خساره ابنها والمصيبه الكبرى التجاره بدم ابنها على حساب اللي عم بصير بالبلد. نحن انا هذا امر ما لح احمله وما لح اقبل بس احمله. بالنهايه مير أبدا. بالنهايه في مطلوب للعداله، في مطلوبين للعداله وفارين، وفي بالمقابل جريمه حصلت ممتاز وعم بينقال حسب ممتاز. حسب التحقيقات انه فلان مسؤول عنها. طب كيف 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 بدها تكون النتيجه؟ يعني في جريمه حصلت، يعني في حدا قتل حدا. مين اللي قتل؟ مين اللي قتل الشهيد علاء ابي فرج؟ هيئتك يا استاذ جورج مكون فكره. قول انا مش مستغرب لانه التقارير اللي سمعتها عندكم عن يو تي في طلعت كذا مرة تقارير لميلة وحدة. معلش انت بتعرف حال. انت بتعرف ماشي العالم. اسمعني كتير منيح. نحن بنشوف من كل الزوايا. عم تشوف بدك تشوف. انا بدي اوصل لنتيجة. مين قتل الزلمة؟ مين المسؤول؟ بدك تشوف من كل الزوايا، بدك تعطي كل انسان حقه، وبدك تشوف فعلا تطبيقيا من كل الزوايا. اللي صار بالشويفات مؤامرة طويلة عريضة علينا بكذب وبنفاق وبتزوير حقائق. انت قلت هلق في قضاء متهم، ماشي انت قلت اوكي خليه يقل القضاء بالمستندات القضائية. انا انت عم بتقلي القضاء تاهم. طيب انا عم بسألك، مش عم بسألك، انا عم حطك بجو وفيك حضرتك تتأكد منه. الملف بعد 43 يوم بصير في أدلة جنائية، شو بيكون؟ عم بسألك. ايه يعني الوقائع، في وقائع شو بيكون؟ لحظة، في وقائع ورتلنا إياها عن القاضي غادة عون، عن الملف شو بيكون؟ عن بعد 51 شو بيكون؟ عن تقرير الطبيب الشرعي، طبيب شرعي تقريره. لحظة بس هول شو نتيجتهم؟ يعني كيف رح تتابعوا الموضوع؟ كيف سيتابع الأمر؟ سيتابع ايه؟ بكشف. أنا صرت بدي أعرف. ايه انتبه. ايه شفت حادثة الشويفات؟ ما لح أقبل تنحل إلا بحلين. بحلين
يا إما أنا بدي أعرف قبل كل الناس مثل أمه لعلاء، أنا صرت بدي أعرف كيف مات علاء قبل ما أحكي بأي شاب من الشباب، أنا بدي أعرف. يا إما إذا بقي هالتزوير القائم للتطنيش عن اللي صار أنا بدي أروح على المحاكمة. إيش؟ عبد أنا مسؤول. إيش؟ 100% مش هيك بهون عليك؟ ليش تضلك شاغل بالك يعني وشاغل الرأي العام؟ يعني حضرتك شخصيا أنا بروح على راس السطر. على راس السطر ليك حبيبي يا جورج، قلت لك وطنشت، ما تعودنا بهالبيت نبني زعامي على دم الناس. تقبر المناصب والمراكز والألقاب وكل شيء عند كرامة واحد مظلوم صدري قدامه. أنا في 4 مرافقين من عندي متهمين، مرافقين يا أخي، هودي إلهم معي في منهم 25 سنة، في منهم إلهم معي 15، في منهم إلهم معي 2، في منهم إلهم معي 3 سنين، مش هيك؟ إذا مرافقي أنا من هالأربعة طلعوا من خلدي وهن فعلا قاتلينه لعلاء أبو فرج، يعني طلال إرسلان هو القاتل، لأنه مستحيل يطلعوا إذا أنا ما معي خبر. وبالتالي إذا أنا معي خبر ليش بدنا ندق حرام بهالشباب اللي ما لهم علاقة؟ أنا مسؤول. وطلع أحدهم من الأوباش قال من كم يوم أو من جمعة جمعتين، قال منطلب من القضاء ياخد كلام المير طلال بصفة هيدي شو بسموه إخبار، أكنه اخترع البارود. ما هو فيش كرامة، ما هو الشخص اللي ما بيبقى عنده كرامة ما بتعز عليه كرامات الناس، واللي ما بيكون عنده شرف وعزة نفس ما بتعز عليه شرف وكرامة الناس. أنا بتعز علي، اخترع البارود، صاروا يقولوا إخبار، لأني ما أنا عم خبرك إلك وقلت قبل عندك علق مع الله يوجه له الخير الأستاذ وليد عبود هذا الكلام، وقلت مع الأستاذ رواد على الأوتيبي، ولا عم قولها معي. بس هو القضية إنه القضاء هو الذي يحكم إذا كان المتهم بريء أو مذنب، يعني ليش وفق شو؟ ليش وفق شو؟ أدلة، وفق أدلة. برافو عليك. بس ليش وقف بس ليش حضرتك ليش حضرتك عم بتحط القصة بصدرك يعني يا حبيبي إنه يا حبيبي ليش لهالدرجة بالوقت يلي القضاء مش إذا في لا. إذا في حدا في عليه شبهة لا 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 بتم لا 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 وبيحكم إذا كان بريء أو متهم. لا حبيبي أنا بدي أسألك سؤال. لا يا جورج ما تسخفها دخيلك، ما تسخفها. لما أنت عندك شوفيرك بالسيارة ومرافق معك أنت كجورج صليبة هون إلهم معك 10 سنين ومتهمين بجريمة، شو بتقول أنت؟ شو مسؤوليتك؟ مسؤول ولا مش مسؤول؟ إيه بس ممكن بس حضرتك فش ممكن بس انت عم بتقول مير ما في ممكن انه بيكون الامر اذا كان مزبوط بيكون يعني بعلمك بمعرفتك. برافو عليك. بس مش بالضروره تكون القصه هيك يعني والله لما يكون لما في اشتباك لما بيكونوا معي لما بيكون في اطلاق نار ما بالضروره يكونوا اخذين جورج اخذين بدك منك مصر التوجيهات مصر أو انت لا يعني انا عم حط الصوره الكامله. عم قل لك مرافقين معي هودي مش مسؤوليتهم بالشويفات بالحزب الديمقراطي اللبناني، هاو مرافقين معي معي كنت أنا باجتماع التكتل وجيت على البيت ماشي طيب هاو دي ما بيتحركوا بدوني. إذا في أدلة قضائية عليهم طالما بيطلع تقرير الأدلة الجنائية، أنت ما عم بتقلي القضاء بيحكم تقرير الأدلة الجنائية، ما لح أحكي هلق تفاصيل كتير بهالتقارير. ليه ليه أيمتى وقت أيمتى وقت هاودي وقت بعد شي أسبوع ليش بعد شي أسبوع تعرف ليش؟ حاطة قد ويكون يعني الله يرحمه على كلمة قد ويكون مش جازمين إنه أربجيل قتلته العلاء
بس هون بدي ارجع اسال عن الفيديو، يعني نعم. الفيديو اللي حكيت عنه القاضيه غادة عون، ما في فيديو. وين طلع؟ وين صار؟ ما طلعش في فيديو. ما طلع في فيديو؟ لا. فاذا كيف بيتم الحديث عن شريط فيديو وهو مش موجود؟ تفضل حضرتك. لا يعني استفهمت او المحامي اكرم عزوري سال انه ونوه او شو كيف ونو. كيف حكى عنه هو مش موجود؟ نعم مش موجود. طالما ملف اهم من الفيديو، ملف الادله الجنائيه مش موجود، ملف طبيب الشرعي مش موجود، ملف الادله الجنائيه بعد 43 يوم لما اطلعنا عليه مكتوب فيه مش حاسم انه اربيجي قتلته لا الله يرحمه علاء. يعني ما في بهالملف الا الاتهام فقط، ما في الا الاتهام. يعني طلعت فأذن القاضي غادة عون عم تكذب عن موضوع الفيديو؟ ما قلت ما بعرف يعني انا يعني هيدي شو معطيات الرئيس. طلعت عم تكذب القاضي، ما بعرف شو معطيات الرئيس. انا اللي بعرف انه ما في فيديو ولا في دليل واضح، في اتهام. احدهم بيقول لي نحن منظن. شو بتظن؟ هيك أنا بركب لك ظن بدون معطيات، ظن طويل عريض يعني 100%. ساعتها يا حبيبنا أخذت قرار واضح وصريح قبل ما تبين الحقائق. أنا مني ممسك، أنا الثمانية المطلوبين الثمانية بخدهم بسيارتي وبروح معهم أنا على القضاء. على القضاء أبدا، ولا بقبل خارج القضاء، ولا بقبل بتسويات جنبية وزحبرة وكذب ونفاق. إذا تبينت حقائق بالملف، مش حدا يقل لي بظن ظنيت وبكرة بالمحكمة الجنيات بتبين إنه بريئين الشباب، شو بيكون صار فينا؟ طيب تم ناخد كل الحلقة عن هذا الموضوع اللي أخذ حقه بزيادة من الحديث. نعم. بدي انتقل لمواضيع تانية، إلى علاقة بالحكومة، إلى علاقة بزيارتك إلى سوريا. أكل حال زيارتك إلى سوريا كان في جزء منها هذا المشهد يعني اللي حكينا عنه هلأ، بس كان في مواقف تانية وكان في لقاءات مع مشايخ هي ما فيها المشهد. هذا المشهد طلعوا فيه قد ما اختنقوا من اللي صار بسوريا، صار بدهم يفتشوا لهم عن شي شغلة، فتشوا على قصة أمين. هاكل حال البيان تبع الحزب كان واضح بهذا الموضوع هذا يعني اللي سبق ونزع. بدي أحكي عن كل هذه المواضيع، زيارتك لموسكو كمان والجو الروسي، وكان في استقبال يعني كان في حفاوي لافتة للمير طلال أرسلان بروسيا، وكان في لقاءات على مستوى كبير، وأيضا كلامك بسوريا، موضوع الحكومة، العقد الدرزية، لوين رايحة كل هذه الأمور؟ وكمان وفي ملف له علاقة بمطار بيروت، فضيحة. وحضرتك حكيت فضيحة عنه من كم يوم ووصفته بالفضيحة، وأنا بدي أعرف تفاصيل أكثر عن هذا الملف يلي له علاقة مباشرة بالفساد وبمصالح الناس. هيدي إيه بس دخيلك، هذا جزء من الفساد. أكيد هي الفساد بتحتار وما بدك تضرب إيدك يعني. بس قبل بدي فوت على فاصل إعلاني، وقبل منه الهاشتاج الخاص بحلقتنا لليلة دار خلدي بدأ، بدي استعرض بعض التغريدات والتويتات على الهاشتاج الخاص بحلقتنا، ويبدو في كتير تعليقات على الموضوع. دار خلدي بدأ، واللي بدأ إياه رح بصير، شاء من شاء وأبى من أبى. دار خلدي بدأ تخلص من الأوباش، سامر أبي فراج. دار خلدي بدأ تنصر الحق على الباطل، معك أميرنا الغالي لتخلص الدنيا. دار خلدي بدأ وليد بيك. دار خلدي بدأ حقه أي مقعد وزاري. دار خلدي بدأ تعرف حجمه وتسلم الجاني للقضاء. دار خلدي بدأ توحد الصوت مع دار المختارة. هيدي عينة من التغريدات، يعني البعض منهم مناصرين لألك، البعض بدهم الوحدة بركي داخل الطائفة الدرزية مثل ما عم بيقولوا. أنا معهم، أنا اللي بدهم منه شبر بدي منه متر. بس الوحدة ما بتتم إلا بالصدق، بتتمش بالتكاذب وبالتزوير ومنجيب فلان اللي حرض على الفتنة بالشويفات وسبب بلوة أهل الشويفات وكان بلاها من نطرح وزير. ما خلاص ما يشبعوا بقى. هاكل حال بدي يعني أسأل، بالدروز في كفاءات. الدروز مش هاي صورتهم يا أستاذ جورج. الدروز فيهم أوادم، فيهم كفاءات، فيهم علم، فيهم ثقافة، فيهم عفة نفس، فيهم كرامة، فيهم عز، فيهم مش هيك.
أو باشو فلتاني على حقوقنا وحقوق الدروز وحقوق مصالحنا. عاك الحال بدي أسأل عن علاقتك مع وليد باكري. دايما طوال فترة الخلاف السياسي كان دايما يبقى في خيط تواصل رح نحكي عنه بعد الفاصل الإعلاني. خليني أسمع كمان بعض الفويس نوتس على الواتساب ومن بعد منها بفوت على فاصل إعلاني. مساء الخير يا أمير، نحن كلنا معك، بيت الحلبي كلنا معك، والله ينصرك، وانت طول عمرك أمير، الله يرحم بيك أمير مجيد طول عمرك، ونحن قوتنا فيك يا غالي يا كبير. مساء الخير أستاذ جورج، ومساء الخير لضيفك. بس بدنا يعطينا ضيفك الكريم يخبرنا عن إنجازاته من بداية حياته السياسية لهلأ، شو عمل للطائفة الدرزية، بس يعطينا شيء إنجاز مهم عمله تالعالم تأيده أو تلحقه. شو معناتها بس يظهر متهم بجريمة قتل الشهيد علاء أبي فرج بسوريا ورا حضرتك يا أمير؟ يا أخي أنا بدي أطلع بدي أشوف هالزلم اللي بوجه هلأ بحضر التلفزيون، مش حرام ما يكون، ما بده يكون وزير، هو زعيم أصلا، هو أصلا زعيم، أمير طلال رستان زعيم، بس إنه خلي عليه مسله من قبله يا أخي وحلوة. اللهم صيب بالخير يا سمو الأمير، الله محييك، خليك عم تحكي الصراحة، وإذا بتفضح أسماء بيكون أفضل لأنك صادق. بتفضل كمل حديثك. استمعنا لعينة من هلأ، في البعض منهم حكينا واحد، حكينا عن الموضوع، في واحد من الأوباش عمل مداخلة أكنه صوته بعرفه، بس يا ريت قال عن اسمه بس الناس تعرف. على كل حال يعني في حريه تعبير عند الناس، إيه بس يسمي بس حلوه. حلوه الجراءه يعني حلو الواحد يكون يعني الرجال يا استاذ دور، الرجال حلو يكون يمتاز بصفات الرجوله. ايه بس ما فينا كل اللي الراي المعاكس يكونوا اوباش يعني كل لا انا كل قلت احدهم أوكي احدهم أوكي. خليني فوت على فاصل اعلاني، بعد هذا الفاصل بدي فوت على موضوع الحكومه والعقد الحكوميه، وين صرنا، ايمتى التاليف وصار مارق على التكليف 4 أشهر، وجزء من العقد هي العقده الدرزيه او الحقيبه الوزاريه الثالثه او المقعد الوزاري الثالث، وهذا الصراع على هالعقد اضافه لعقده القوات وعقده سنه المعارضه وغيرها من الامور. مباشره بعد هذا الفاصل نعود لنتابع الحوار مع الامير طلال ارسلان من دار خلدي. ونعود من جديد لمتابعة هذا الحوار مباشرة من دار خلدي مع الوزير طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان. وبرجع بذكر مير بالهاشتاج الخاص بحلقة الليلة دار خلدي بدأ، وبدي أفتح معك موضوع الحكومة. طبعا بدي أحكي عن العلاقات اللبنانية السورية وعن زيارتك لسوريا، ولكن هلأ خلينا نفوت بالمحور الخاص بالحكومة. الحكومة وعقد التأليف المتعددة، في من بين العقدة الدرزية أو ما تم التعارف عليه بأنه العقدة الدرزية المرتبطة بالوزير طلال أرسلان، في جو عم بينقال أنه المير طلال أرسلان عم بيدفع ثمن أو عم بيكون يعني عم بيكون سلاح أو ثمن بالمواجهة بين العهد وبين النائب وليد جنبلاط، النائب السابق وليد جنبلاط. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق برأيك؟ خلينا نحكي بكل شفافية وبكل صراحة. يا ريت في أعمل زلامة حدا، يمكن لو في أعمل زلامة حدا ما كانش هيك الوضع وما كانش هالهجمة. طبعا أنا مع العهد على رأس السطح، مع فخامة الرئيس على رأس السطح، مع التحالف مع التيار الوطني مع جبران باسيل على رأس السطح، كتلة ضمانة الجبل من ضمن تكتل لبنان القوي على رأس السطح، ما عندي شيء استحي فيه. إنما مسألة حقي
حقي مش كشخص، حقي ما أمثل، مرتبط بفلان أو فلان؟ أبدا مش هيك، ولا بقبلها تكون هيك أساسا. بس ليش عم بيتم تصويرها هيك؟ لأنه يعني لأنه تشويه، ما هذا نوع من الكذب. بس يعني في إصرار من الوزير، خليني كفي. بس سؤال، في إصرار من الوزير جبران باسيل على توزيرك؟ خليني عم ببين تجاه الشارع أنه جبران باسيل بده يوزر المير طلال. هاي هي غريب، يعني الإعلام بتاخده قسم وبتتركه قسم. ما عم نسأل تنعرف. طيب بدي أسألك سؤال، لا نحكي عن القسم الثاني يا خي. إذا الوزير باسيل أصر على اعتماد النسبية في الحكومة مثل ما اعتمدت النسبية في قانون الانتخاب، شو الخطأ؟ إذا قال الوزير باسيل اعتماد معيار واحد في الحكومة، وين الخطأ؟ الخطأ يا أستاذ جورج لما من بيتضللوا الناس، بصير عم بطالب بثلاث أربع معايير مختلفة بالحكومة، بيطلع هو معه الحق، واللي عم بطالب بمعيار واحد اللي هو فخامة رئيس الجمهورية بيطلعوا الغلطان. طيب دخلك ليش الإعلام ما بيضوي؟ وأنا بأسف إنه قولن، أنا سكت كل هالفترة إنه أنا ما يعني ما بدي أفتح زيادة مشاكل. بس ما مر أسبوع إلا على منبر من منابر القوات اللبنانية بيطلع تصريح، ما مر أسبوع بيتناول مين بحق له بالدروز يتمثل بالحكومة ومين ما بحق له بأي صفة. شو لهم علاقة بالقصة؟ طيب جبران باسيل عم بيقول، عم بيعمل نفس الشيء. لحظة، جبران عم بيسيل ما عم بيقول طلال أرسلان كطلال أرسلان بعلاقته الشخصية، عم بيقول ممنوع احتكار طوائف ومذاهب لفئة واحدة سياسية. وين الخطأ؟ مين بيحملها بالبلد؟ طيب إذا على قاعدة الأقوى أنا بقبل، ما عندي مشكلة. حصر التمثيل الدرزي بوليد بيك جنبلاط لأنه الأقوى، ما عندي مشكلة، أنا برضى مقبيلة. حصر التمثيل المسيحي بالأقوى اللي هو فخامة رئيس الجمهورية والطيار الوطني الحر، ساعتها بيكون في معيار واحد عم يطبق لكل الناس. بس المعايير المختلفة شغلة تانية. لما بيجي القوات بالقوات اللبنانية اللي أنا ما حبيت أحكي ولا مرة بهذا الموضوع، إنما مع الأسف لأنه صرت عم بسمع عدة مداخلات على الإعلام، إنه أنا بتمنى عليهم يبعدوا عن الملف الدرزي. شغلي بأي نقطة تحديدا يعني حكى؟ عن الحكومة. عن ما لهم علاقة شغلي بالحكومة، ما لهم علاقة فيها. مش هن القوات اللبنانية بتحدد بالدروز مين بيتمثل ومين ما إله حق يتمثل. وأنا معلش، جبران باسيل بحرب الحرب اللي حصلت، الله يلعن هديك الساعة اللي بعدنا لليوم كلنا عم ندفع ثمنها، كان عمره 10 سنين، يعني ماشي الحال، يعني الوقاحة والعهر ما ولو توقف عند حدود. يعني ليش في كان اقتراحات وقيل انك رفضتها الى علاقه بالبحث عن اسم وسطي او الوزير او الوزير الدرزي الثالث يكون نقطه مشتركه بينك وبين؟ ابدا انا ما بقبل التمثيل الدرزي. بدك وسطي ما عندي مشكله، الثلاث وزراء دروز بيكونوا وسطي ما في مشكله، بس فريق يتمثل مباشره وفريق ينحكى بالوسطية لا ما بقبل أبدا. بالمقابل وانتبه، أنا تمثيلي في الحكومة ما بقبل يكون إلا درزي محط، مش من غير ومن الحصة الدرزية. أنا شخصيا أنا أفتخر بانتمائي وبطيفتي وب
ليك يا استاذ جورج، نحن مجبولين بالدروز، ما حدا يجرب يوهم ويكذب ويضلل ويحرض، هذا ماشي الحال. طلال ارسلان لو بقبل اعمل زلمت حدا، كنت عملت زلمت عبد الحليم خدام وحكمة الشهابي وغازي كنعان وفلان وفليتان اللي غيري قبل يستسلم لألهم، ماشي الحال. بس انت كانت علاقتك مباشرة مع رأس النظام في طبعا سوريا، ما كان بحاجة بعتز لحظة إنك انا ما بحياتي الا بعتز وبفتخر بكل صداقاتي وعلى السطح، ومش كل يوم بغير بدلي وبزت جاكات وبلبس جاكات تاني. لا، هذا مركز موقع فخر واعتزاز، ولا مرة استحيت فيه بأحلك الظروف ولا بستحي فيه. عال بس اللي كان عنده علاقة مش يستحي فيها. مير اليوم علاقات مع إسرائيل عم بتصير وما حدا عم يحكي عنها. علاقات مع إسرائيل من قبل مين؟ كتار، واحد اتنين أشخاص كتار من قبل كتار من قبل شخصيات لبنانية. يا لطيف، مين؟ هيدا الشيء كتير خطير، ليش ما بينكشف؟ إذا في يا جورج، إذا في براهين، إذا في يا جورج دخيلك، لأنه هذا البلد صار بهمنا مين بسب للتاني الإعلام. لا بس هذا شيء خطير، البعض هذا تعامل مع العدو، البعض بالإعلام الله لا يخلينا بيركزوا بيطلعوا الشخصيات مين بتحب تسب للتاني، تسمع سباب، بس ما حدا بده يفوت بملفات. الإعلام السلطة الرابعة، السلطة الرابعة إذا بتلحق وبتدقق وبتفوت بملفات بتعمل إصلاح طويل عريض بالبلد. يعني ياما نحن على مدى سنين، يعني صارنا 17 سنة عم نلاحق ملفات الفساد بتلفزيون الجديد. نعم. وياريت مين عم برد؟ وياريت هالملفات وصلت لمكان معين، وياريت تعتمد إخبار لدى القضاء، كنا حلينا كل الفساد بالبلد لو اعتمدت. طب ليش ما اعتمدت؟ ما بعرف. ما بتعرف ليش أولك؟ ليش ما انا بسألك؟ لانه في حمايات سياسيه وفي مصالح سياسيه وبدك ياني سياسية وبدك ياني وبدك ياني حمل دم لامين السوقي ورباح الجردي وهشام الخشن وايمن ابراهيم واسعد الجردي وطارق السوق، بدك ياني حملهم دم من وراء قرطه اوباش مزورين بالملفات. طب خلينا تما نرجع لهذا الموضوع اللي حكينا فيه كفايه. لما بيقول الرئيس بري انه حلوا عقده القوات وانا كفيل بحل العقده الدرزيه بالتنسيق والتعاون مع وليد بايك، شو المقصود تحديدا؟ انا بشكر غيرته لدولة الرئيس نبيه بري يعني، وبشكر محبته يعني. مش تدخل بالطائفة الدرزية مثل يعني مثل ما عم تنتقد القوات انه عم يتدخلوا يعني. ما هني لو الرئيس بري والرئيس الحريري بخففوا عن حالهم شوي كمان بيتركوا لنا شوية خصوصية، نحن ما عم نتدخل عندهم بطوايفهم. ما يتدخلوا بطوائفنا لأنه خلص ورمت القصة يعني، ماشي الحال. من قوانين مشيخة العقل للأوقاف للمجلس المذهبي لقوانين الانتخاب للتركيبات، هذا ماشي الحال. يخففوا شوي، يلتهوا بطوائفهم ويلتهوا بتعزيز هذا اللي نحن اللي أنا ما بقبل الطاول، بس خلص يوقفوا عند حد التطاول على الواقع الدرزي. الدروز مش أرض سايبة لحدا بالمطلق بالبلد، مش أرض سايبة، وما بقبل أو ما لح أقبل تكون أرض سايبة لمين ما كان بالبلد. طيب معالي الوزير، يعني امبارح كان في كلام جدا لافت للنائب أنور الخليل وحمل فيه مسؤولية المشكلة بالحكومة وعقد التأليف لفخامة الرئيس، وقال إنه العقد الوحيد بتأليف الحكومة عند فخامته وليست عند غيره، فهو يطالب بما لا يطالب به، واتهم الوزير جبران باسيل من دون ما يسميه بزرع الفتنة بين الطوائف. يعني كان في كلام كبير قاله. لو أنور الخليل بيروح بيهتم بالتمثال اللي عم يعمله أحسن له. تمثال شو عم يعمل؟ سألوا. لا عن جد تمثال شو؟ بعرف. سألوا. لا حقيقة تمثال شو؟ الجنون فنون يا شيخ. هلا قوي دخيلك إذا طلعني من الزوريب. لا بس ما هو لو كل واحد بيشوف حجمه
مش الحال. ما بس ليه قولك ليه قولك لا قولك كان هالتصريح وبعدين رجع نفي انه يكون عم يتحدث باسم كتله التنميه والتحرير؟ يعني كتله ايه، ما هو حسب التوب اللي بده يلبسه. يعني مرات هيك مرات هيك مرات، ما هي البلد ما عادش يحمل. والراي العام والناس يا عمي والله الا عقول، ولو احترم عقول الناس يا عمي. انا بكتب تصريح من 10 سنين، اذا بيمرق هلق موقف بطلع فيها التصريح انا بكون عامله من 10 سنين. اذا بقول بدي غير فيه كلمه بستحي من حالي، مش بستحي، مش قصه انه الناس بستحي. البلد ما عادش في حياه. لكن هل بدي اشير لانه الهاشتاج الخاص بحلقتنا لليله دار خلدي بدها صار ترندنج نمبر 1 بالليله بالهاشتاجات يعني الموجوده. انا ضميري مرتاح. خليني انتقل لروبورتاج مع زميلتنا رشال الحسيني من وحي نتائج الانتخابات النيابيه. وحسب الدوليه للمعلومات، شركه الدوليه للمعلومات، وتحيتنا للاستاذ جواد عدرا يلي أصدر كتاب له علاقة بنتائج الانتخابات النيابية وكيفية تطبيق هذه النتائج على توزيع الحقائب الحكومية. خلينا من وحي هذه الدراسة وهذا الكتاب نشوف هالروبورتاج فيما خص المقاعد الدروزية ونسبة التصويت عند الدروز، ونرجع منتابع معك عن الموضوع الحكومي. عقدة أخرى في طريق التأليف، لا تمثيل وسطيا للدروز، تكرار الاشتراكيين معزوفة احتكار التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة جعل ولادة الحكومة أصعب من قبل. لا تزال العقدة الدرزية في غرفة العمليات السياسية، ولكن كل عقدة وإلى حل. فبالأرقام وفقا للتمثيل النيابي نرى أن من أصل 109,646 صوتا تفضيليا حصد الحزب الاشتراكي وحلفائه 88,268، والحزب الديمقراطي 13,714، وحزب التوحيد 7,664، أي ما نسبته 80.5% للاشتراكي في مقابل 12.5 للديمقراطي و 6.9 للتوحيد العربي. هذه نقطة على السطر. التصويت الشعبي والسياسي أعطانا هالحق. ما في عقدة درزية، نصر على تمثيلنا بدرزي. أنا مني مع احتكار التمثيل الدرزي. أنا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الدرزي، مش مسموح لأحد يفكر ويحلم بمنامه أنه قادر يلغيني. بعمل وزير بزندي، بعملش وزير بزند غيري. بلا سياسة لا لو سمحتم. معالي الوزير، موضوع الحكومة يعني في دراسات وفي إحصاءات لها علاقة بنتائج الانتخابات النيابية، وإذا بتطبق على التوزيعات الحكومية يعني كل حدا ممكن أنه يقرأ هذه النتائج من زاوية محددة إذا بده يطبق النسبية حسب الانتخابات النيابية بالتوزيعات الحكومية والوزارية. طيب إذا وصلنا لهيدا المطرح يلي ما عم نوصل لحل، يعني شو اللي بده يحل الموضوع؟ الأرقام، وحدة المعايير، كلمة سر، ظروف إقليمية ودولية، لأنه معودين نحن إذا ما في ظروف إقليمية ودولية مؤاتية ما بتركب الحكومة. برأيك وين كلمة السر؟ بأي مطرح، بأي اتجاه؟ يعني يلاك مبين واضح أنه العطل التعطيل هو تعطيل إقليمي. يعني ما بدأ تزاكي كتير بهالموضوع، مبين واضح. يعني هلق بيستعملوا بعض الفرقاء اللبنانيين ليكونوا واجهة للتعطيل، هاي مسألة تانية، وبصيروا ينظروا لك ويقنعوك أنه أبدا ما في ولا ضغط خارجي، نحن أحرار. ما هي كذبة الكبيرة. الله يساعد الشعب اللبناني، شو بين عم ينكذب عليه على بكرة ودار وعشية وعم يتاجر فيه ألاف المرات. ماشي، المهم الحل وين؟ مسألة أساسا ثقافة مقاربة مسألة الحكومة هي ثقافة مغلوطة بالمطلق، وشوف كيف صرنا أسيرين بعض الأمور اللي مش لازم ببلد بيحترم حاله وبطبقة سياسية بتحترم حالها تتناتش وأنا
أقصد كلمة تتناتش، لأنه بتعرف التناتش من صفات ماشي حقائب، أكنه البلد بألف خير. البلد مفلس، وضع اقتصادي سيء، وضع مالي سيء، عجز ومديونية عامة كتير كبيرة، فرص عمل ما فيه، شبابنا أولادنا عم بتهاجر لبرا، حد أدنى من الحياة المحترمة كإنسان مش موجودة. وبتلاقي الناس السياسيين البعض طبعا عم يتناتشوا حقائب أكنه البلد بألف خير. وهذا سمعت اليوم البطرك شو قال؟ سمعت دعا لحكومة نحن طوارئ. أنا اللي عم قوله أول شيء مبدأ، أنا عندي مقاربة شوي مختلفة. الأحزاب اللي ما بتتمثل برئيسة شخصيا ما تتمثل بالحكومة. هيدي قصة منبعت منكلف طلال أرسلان بسمي وزير، ما بدي أحكي على حدا، بدي أحكي عن حالي. هذا الوزير بيرتكب الموبقات وبيسرق وبينهب وبيكسر خزينة الدولة وبيسمسر وبيقبض رشاوي وبيركب تركيبات، شوي بتجي حكومة تاني بيطلع الصيت على هالوزير اللي بيكون جايبه طلال إرسلان، وطلال إرسلان مخبى وراه. بيطلع هالوزير انه سراق وحرامي. طلال إرسلان لينفس الجو العام ببدله، بيجيب واحد تاني بلمع الصورة، بلمع الصورة أشطر. خلينا نتذكر لبنان القديم شوي، رزق الله أيام الماضي. كمال جنبلاط كان يعمل هو وزير، المير مجيد كان يعمل هو وزير، كميل شمعون كان يترك ترك رئاسة الجمهورية عمل وزير، الشيخ بيير. يعني بدك حكومة أقطاب، يعني المطلوب حكومة أقطاب. خليها تبين على قول أهلنا بالجبال العنزة من أم قروب. هاي التلطي ورا وزراء إنه بيمثلوا فلان وبيطلعوا بيبنوا قصور، وبتلاقي يا لطيف يعني واضح عن مين عم تقصد، عن الكل، عن كتار. لا لا لا، ما عم بقصد عن حدا معين، عم بقصد بشكل عام. بشكل عام بتطلع القصة إنه رئيس الحزب الفلاني لأي حزب انتمى إنه هو عفيف النفس، وهو عم بتصير الأمور هما ما علم حرام، هو عم تظلموه، هو زلمي نظيف وآدمي وشفاف، بس طلع هذا اللي مسميه أزعر. وضحت الفكرة. خليني إذا ما بدأت بهيك جرأة بالإصلاح، ليه أنا عم قول الكلام؟ ما تقفي لي الحديث تعتبرها عابرة. لما بيجي رئيس الحزب هو مباشرة على السلطة بعد للمليون قبل ما يقبض رشوة، قبل ما يزور ملف، قبل ما يعمل مناقصات تركيبات، بعد للمليون، لأنه بصير فيه الناس والإعلام عيونها مفتح عليه. خلص عن جد لبنان ما بقى قادر يتحمل هالمستوى الرديء الوسخ من التعاطي بشؤونه العامة. خلينا نلحق نحكي عن الملفات الباقية اللي عنا، بس بدي فوت على فاصل إعلاني هلأ. قبل هذا الفاصل خليني كمان استعرض عدد من التغريدات على الهاشتاج يلي مثل ما قلنا صار تريندينج نمبر وان، هاشتاج حلقتنا لليلة، دار خلدي بدأ. إذن دار خلدي بدأ، دار خلدي بدأ نخلص من القرف الإقطاعي، دار خلدي بدأ وزير عقدة، دار خلدي بدها تحارب الفساد، دار خلدي بدها إلغاء النظام الطائفي وتطبيق العيش المشترك، دار خلدي بدها رجل عقد كلمته قول موقف وفعل، دار خلدي بدها حقها كاملا ونقطة على السطر،
دار خلدي بدا ان تبقى محافظه على تاريخها بالحفاظ على وحده الموحدين الدروز وعدم الانجرار الى الفتنه التي يحيكها الاخرون. كمان في عنا فويس نوتس، خلينا نستعرض بس عدد قليل منهم قبل ما نفوت على فاصل اعلاني لانه الوقت عم يركض. لما وقفت حد الضباط الاربعه بدون ما تعرف حدا منهم مع نسائهم تحديدا، وجبت المحامي جاك فيرجيس على كلفتك الشخصيه لحتى يكون المنبر الدولي لنا، ويومتها طرد معلش الوزير ناجي البستاني بأوامر من ميشيل سليمان، وانت كنت واقف مثل السهم. بدك تعرف مين قتل ذاك الرجل الكبير؟ ما كان في معرفة سابقة وما كان في مصلحة سياسية لألك، فكيف اليوم انت ممكن تكون كاتم على أسرار قتل حدا من ناسك أو شعبك؟ وتحديدا طلعت بعد الانتخابات النيابية، ولو يعني معلشي فليعرف الناس انه المير هو مير، ما ممكن يلعب بضميره. شكرا. هذا صوت السيدة سمر الحاج. كتر خيرها يا سمر. سمر الحاج، ست سمر دايما بتعطينا اكثر من نستاهل، الله يوجه لها الخير. خليني نفوت على فاصل إعلاني وبعد هالفاصل برجع بتابع الحوار معك مير طلال. وأتابع الحوار مباشرة من دار خلدي مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان. معالي الوزير، ليش في شعور عند بعض أو ربما معظم الأوساط الدرزية أنه في استهداف للدروز من قبل العهد؟ يعني هيدا كلام عم نسمعه من عدد كبير من النواب والسياسيين. فش نواب الدروز؟ فش نواب. كيف ما فش نواب؟ فش نواب. شو في لك؟ في نايب. نايب سابق صار. نايب سابق. يا ريت عندنا نواب. فيش نواب مع الأسف. ما عنا شيء مؤسف. شو بدي أقول لك؟ يعني إنه يا ريت رزق الله أيام الماضي لما كان بالدروز عندك كمال بيك الله يرحمه، والمير مجيد، سليم بيك الدود، والأستاذ بشير الأعور، والشيخ بهيج تقي الدين، كانوا قيمات، ما كانوش أزلام. يعني كان أنا بتذكر الله يرحمه كمال بيك كان يختلف مع الشيخ بهيج تقي الدين بعض الأمرار انتخابات الرئيس الياس سركيس. كمال بيك كان أخذ موقف ضد الشيخ بهيج تقي الدين، كان مع الأستاذ بشير الأعور الله يرحمه، كان عنده رأيه، كان يعمل يتمثل يجي وزير، ما كان ولا مرة ينقال حجمه لبشير الأعور مش قد حجم المير مجيد أو كمال جنبلاط أو مع حفظ الألقاب يعني الله يرحمه كمال بيه. يعني في 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 إذا بدي أرجع لهلأ في شغلة كارثي صحيح. إذا بدي أرجع لموضوع الاستهداف، يعني أنت يعني حضرتك ما حدا مستهدف، تبعت شو صار؟ ما حدا مستهلك. في سجال، في سجال بين الحزب الاشتراكي والتيار على مناصب بالدولة. يعني في في ناس انشالوا من مناصبهم محسوبين على الحزب الاشتراكي ردا على شغلة صارت بوزارة التربية. طب هل هيدا مزبوط اللي عم بيصير؟ لا مش مزبوط، أكيد مش مزبوط. فإذا أكيد مش مزبوط، مش عم قول مزبوط، ما عم برر، أنا عم قول شفت كيف بنلتهي بالقشور. نحن الدروز ليه ما عم ينحكى بوزارة سيادية للدروز؟ في عارف بالوقت اللي كان خي شو بدك فيي لالي؟ انا اعتبر يا خي كان المير مجيد وزير دفاع، كان كمال بيك وزير داخلية بفترة من الفترات. ليه هلا؟ طيب شو السبب؟ انا هلا عاملين سجال بالبلد، هذا شيل موظف وهذا التاني شيل موظف مقبيله،
على قيادة النكيات. ايه كأنه الموظفين على الهوية عم طيب. ينفصلوا أنا بدي أو عم يتغير. أنا بدي أسأل سؤال عيب يعني مسخرة. أنا بدي أسأل سؤال، نحن الدروز خسرانين بالإدارات العامة ما يفوق 1500 وظيفة إدارية، وننها وينه؟ منيجي من له الناس، صارت السياسي تحريض كذب. ما هي يا أستاذ جورج أنا بدي هون عليك، لما الدروز بيكونوا مستهدفين من مين مكان؟ من مين مكان؟ شرق غرب اللي بدك يسميه، يعني طلال أرسلان مستهدف، ما بقبل حدا يحط صدره قدام صدري لما شوف عن جد إنه الدروز مستهدفين. بس لما بشوف إنه عم ينحطوا الدروز بموقع ليتناسوا الأمور الأساسية اللي بدت تعزز لهم معيشتهم ووجودهم الكريم. بس هون بالشغلات البسيطة اللي عم بتصير، يعني لما سمعت إنه في منصبين أي أكبر بدي أسألك سؤال، بدي أسألك شالوا منهم بدي... شو كان رد فعلك؟ يعني بدك تسمع؟ بدي أعرف شو بدك تسمع؟ تفضل. هلق قضت بشايل موظفين مش هيك؟ طيب نحن مطاير من عنا 1500 وظيفة إدارية بين الفئة الخامسة والفئة الثانية، ليه ما بنحكي فيهم؟ ليه ما بنحكي بالوزارة السيادية؟ بديش أخدها أنا، يخدها اللي بيريده، ليه ما بتنحكى؟ شو السبب؟ شو السبب؟ ليش بدنا نحكي بمجلس الشيوخ؟ من بارح كنا عم نقول بطاولة الحوار إنه الأستاذ جبران باسيل بده رئيس مجلس شيوخ أرثوذكسي، مش هيك؟ أنا من الناس وقتها بطاولة الحوار قبل الانتخاب عرضت هالأمر، عرضت وقلت هذا حق من حقوق الدروز، وقلت إنه ما بيجوز نفتح سجال أكنه في مشكل لا سمح الله بين الدروز والأرثوذكس بهالقصة، من لاقي صيغة يتم تبعه. طيب من جمعة بيطلع وليد بيك بيقول بصرح مجلس الشيوخ بعد إلغاء طائفية المجلس النيابي، كيف هالقصة يعني؟ بيقول لك وفق الدستور، صحيح وفق الدستور ايه بعد إلغاء الطائفية السياسية تبع وإلغاء طائفية المجلس. شو معناتها؟ شو معناتها؟ أنا بدي أسأل شو معناتها؟ أنا بدي قرشها للمفهوم الدرسي. شو معناتها؟ شو معناتها؟ يعني الدروز مثل ما بيقولوا ينطروا لبعد 200 سنة شو بصير؟ كيف القصة يعني؟ مير طيب نحن عنا حقوق، نحن هلأ بالإدارات العامة شو عنا؟ طيب هيدي وضحت، بس لأنه في عندي كذا سؤال تفضل. في كمان بالشأن الدرزي صار في مشاكل إلى علاقة بالمجلس المذهبي والأوقاف الدرزية، وسمعنا الكثير من الكلام عن هذا الموضوع. ليش عم بيكون في دائما هذه المشاكل الداخلية؟ لأنه احتكار التمثيل الدرزي واحتكار صارت مشيخة العقل الوظيفي. يا عمي كان عنا الله يرحمه الشيخ محمد بوشقرة، شيخ عقل قعد 40-45 سنة، نحن بالسياسي نحن وياه بالماضي القديم ما كنا أصحاب، بس فينا ننكر إنه شيخ محمد بوشقرة ما كانش من أهم الشخصيات اللي مرقت بتاريخ الدروز. طيب شو صرنا اليوم؟ صار شيخ العقل اللي جايبينه في شيخين شيء اللي عم بحكي عن اللي هذا. طيب شيء الله لا يريك. طيب نحن هلق بصدد، أنا رح أحكيها هلق معك بكل صراحة، ولحق قلت لحقولها أول مرة، نحن ما في شيء ضابط. نحن سياسة الأوقاف المتبعة سياسي بالقانون مخالفة تماما لوصية الأمير السيد عبد الله التنوخي، وأنا هلق بصدد مع بعض المشايخ مجلس روحي لاستعادة ولح قدم مشروع قانون على مجلس النواب لريح دمتي وضميري تجاه رجال الدين الدروز اللي هن لازم يكونوا
الأتقياء والكبار منهم هن مسؤولين عن إدارة الوقف، مش فلان وفليتان. منجي من ربح جميلي لمعطر بالجبل، درزي فات على مستشفى فرق الضمان، منروح منسدد له إياه أكنه وصلنا لحقوقه، أنه سكرنا له حقوقه، منصير منا بعيد عن السامعين مع احترامي الكامل للناس، صرنا منا نقل له بكل 3 سنين 4 سنين نحن عطيناك 400,000 ليرة وقت العزتنا بمستشفى الفلانية فرق الضمان، هلق بدك تروح ممنوع تحكي، ممنوع تعطي رأيك، بتروح بتصوت مثل الغنم. طيب خير، لا لا لحظة هذا أنا ملعب بالفيلم. الوقف عند كل الطوائف بإدارة رجال الدين الكبار. أنا بدي طبق وصية الأمير السيد عبد الله التنوخي اللي هي عند الدروز في هذا الإطار، وتسير المرجعية الأوقاف وإدارتها بعهدة رجال الدين والمرجعيات الدينية الدرزية التوحيدية، مش بالزي، بالتقوى وبالإيمان. نعم. بدي أختم هذا الملف بسؤال سبق وقلت لك بدي أحكي عنه، أنه علاقتك مع وليد بيك كانت دائما تراعي أنه يضل في هذا الخيط الرفيع بيناتكم، يعني وهذه الثنائية الدرزية الجنبلطية والإرسلانية ما في ثنائية على مدى كل هذا السنين، وكان دائما يعني كان في مراعاة أنه العلاقة بيناتكم يضل في هذا الخيط الرفيع بعده موجود وموصول. هلا انقطع هذا الخيط ليش؟ أنا من وإلى أين يعني بالإذن من عبارة وليد بيك الشهيرة، إلى أين هذه العلاقة بينك وبين وليد جنبلاط؟ أنا ولا يوم تمنيت لا تنقطع، ولا تمنيت بحياتي لا هلق ولا بعد 100 سنة ولا قبل 100 سنة إنه اختلف على هيك أمور جوهرية مع وليد بيك. إنما وليد بيك مع الأسف الشديد ما بده يسمع، ما بده يسمع الحقيقة. وليد بيك عنده رصيد درزي كتير كبير، عنده تاريخ حافل بحترمه، وما قصر أيام الحرب بالحفاظ على الوضع الدرزي، هو وراح شهد كتير من الدروز، من كل الدروز، من كل العائلة الدرزية. إنما ما بعرف شو صايبه، صار له 2-3-4 اليوم. شو بتقله إذا بدك توجهه؟ أنا بقله بتمنى عليه، بتمنى عليه يقارب الوضع الدرزي بطرق مختلفة. الدروز ما عاش مثل الماضي، الدروز ما بقى فيك تقول أنا بدي مشيهم بالتقليد الإقطاعي، لا ما بقى، خلص الناس تغيرت، الدروز تعلموا، الدروز تثقفوا، الدروز صار فيهم كفاءات أكتر منا، عم أحكي بصراحة، وصاروا مستقلين. بدك تحترم عقل الجيل اللي طالع الجديد اللي ما بيعرف الحرب. ما فيك تضل تعيشه هيدا الدرزي الشاب اللي تعلم واللي أهله باعوا أراضي أو تدينوا ليعلموه، لتيجي لوقت تقله هذا بلد ما قادر يحملك، تفضل حط حالك بالطيارة، أنتو شهاداتك وكفاءاتك وفل من البلد. إذن هيدي بدك تقارب الناس بعقل منفتح وعقل جديد، وتشيلهم من العقد اللي انت ربيت فيهم. مرة السني عدونا، بكرة الشيعي عدونا، بعد بكرة المسيحي عدونا، هيك ما فينا نعيش، هيك ما فينا، هيك حرام، عم نجلد وضعنا، لح نخسر مصداقيتنا مع كل الناس. وتيمور الله يعطيه أيام منيحة وحظ، وهيدا حرام، عم يجلد ابنه، مش عم يجلدني لي أنا، ما بأثر علي لا من قريب
ولا من بعيد. ايه بس ليش عم تعتبر هيك بالوقت يلي لانه مقاربه برهنت برهن الارض الارض برهنت انه زعامتهم بعد الاولى. انا شو قلت؟ انا قلت لك زعامتهم بطلت الاولى. شو يا استاذ جورج بحكيك الشرق بترد علي غرب؟ عم بناقشك مين عم بناقشك بس ما انا قلت لك سلف. انا مش ناكر رغم هيك انا عم قول انه الجبل بده سياسه جديده، الانغلاق والانعزال ما بقى يثمر، جيل جديد ما فيك تعيشه على امجاد الماضي. انا ما بقى في احكي مع ابني ومع جيله انه جدك بطل الاستقلال سنة 43 وبطل المالكية والناصرة. هودي تاريخ في لغة جديدة، في بدك جديدة حسب الناس نعم. الناس بدها مفهوم جديد من المقاربة. نعم خليني فوت على فاصل إعلاني، بعد هذا الفاصل بدي أحكي عن زيارتك إلى سوريا وموضوع أيضا زيارتك لموسكو، ومن بعد منها بدنا نفوت على موضوع المطار، وموضوع المطار في شغلة لافتة بدك تذكر لنا إياها سبق وأنت ذكرت عن قصة المطار. ده بدي أعطيك تفاصيل أكثر. بقى ناخذ تفاصيل أكثر مباشرة بعد هذا الفاصل. نرجع لمتابعة هذا الحوار مع النائب طلال أرسلان. معالي الوزير، من فترة قصيرة طرحت قصة مطار بيروت وملف فساد وقضية لها علاقة ببلدية الشويفات وأمور، يعني طرحت عناوين معينة. اليوم إذا بدنا نعرف تفاصيل أكثر، شو قصة مطار بيروت؟ شو قصة بلدية الشويفات؟ شو قصة هالموضوع هيدا؟ أول شيء بدك تعطيني، لأنه هذا موضوع كتير مهم. في فضيحة حاصلة بموضوع السوق الحرة بمطار بيروت. جربت علاجها بصراحة، هلق لح أحكي شيء أول مرة لح أقول. جربت علاجها وجرب يساعدني وزير الأشغال يوسف فنيانوس، السيد يوسف فنيانوس، ومع الأسف وعدت من حوالي السنة من قبل دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري بجلسة كنت أنا وياه ووزير الأشغال. وزير الأشغال بيعترف وبقول أمام رئيس الحكومة إنه إيه في حق لبلدية الشويفات، وهذا الحق تم التغاضي عنه. بيقول وقت الرئيس الحريري انه انا بوعدكم انه منحل، وقال وقتها انه بيجتمع انا وياك معي ومع وزير الاشغال مع رئيس بلدية الشويفات لنبحث هذا الامر بتفاصيله لنحصل حقوق بلدية الشويفات. مع الاسف لحد هلق ما صار. هلأ بالنسبة لرسوم المطار، رسوم البلدية المتوجبة على شاغلي سوق الحرة في مطار رفيق الحرير الدولي يجب أن تسدد وفقا لقيمة المزايدة العلنية وليست حسب الجدول رقم 9 من ملحق موازنة عام 1999. تصور، وهذا ما تضمنته كافة الاستشارات الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات وعن ديوان المحاسبة، كما وأن قرار مجلس الشورى الصادر سنة 1971، لك من كم سنة وقت كان أبلة بالماضي، قد أكد أن الرسوم تتوجب حسب قيمة المزايدة، يعني نسبة بلدية الشويفات 7% و1.5% زيادة، يعني 8.5% حسب قانون رسوم البلدية المادة 12 منه. ماشي؟ بس لحظة وصل لحلق لحال. الرئيس شكري صادر والقاضي ماري ليوس
طالب الرأي وزير الأشغال العامة والنقل. الموضوع إبداء الرأي حول طريقة احتساب الرسم البلدي. هذه أي سنة؟ 29/4/2002. أوكي. على عقود تجريها وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني. شو بيقول؟ مش هنقرأ كله. بيقول: بما أن قيمة استثمار المتر المربع كما هي محددة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة عام 99 يعمل بها بالنسبة لعقود الإيجار المباشرة التي تجريها الإدارة مع المستثمرين، وتكون أي الإدارة قد التزمت في نطاق هذه العقود بالقيمة كما حددت في هذا الجدول. أما بالنسبة لعقود الإيجار التي تجريها الإدارة عن طريق المزايدة العلنية مثل ما صارت وفقا لأحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 16/3/47 والقرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 المتعلق بإدارة بإشغال وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، وكذلك وفقا لدفتر الشروط فإن القيمة الواردة فيها هي التي تعتمد كأساس لاحتساب النسبة المئوية لاستيفاء رسم الإشغال البلد. شو اللي عم بيصير؟ لأنه الوقت وصلنا. عم بيدهمنا لأن إذا بنقرأ باختصار باختصار لا الناس ما رح يقدروا يتابعونا. بال2011 هيئة التشريع والاستشارات كمان ذات الرأي ايه. هيدي استشارة ديوان المحاسبة بال2000 وقديه هلق بالألفين صادر 2018 أوكي بتسعة تموز 2018 من شهرين بتقول وبما أنه يقتضي سندا لما تقدم استيفاء ما يتوجب من رسوم بلدية على ضوء قيمة عقد المزايدة وفقا للمعدل المحدد في المادة 12 اللي قلت لك إياها من قانون الرسوم البلدية. ولكن هيدا قرار مجلس الشورى بال 71 لكن بلدية الشويفات حسب دفتر الشروط اللي معمول اتاكل حقه لأنه دفتر الشروط مخالف تماما للنظام العام والقانون العام وهذا اعتراف ديوان المحاسبة. يعني ما عم يدفعوا لهم أبدا الرسوم التي يستحقونها؟ عم يدفعوا لنا بلدية الشويفات بحدود 300 مليون ليرة بالسنة من أصل 10 مليار ليرة إذا بدك تطبق القانون قانون وفق المزايد. مسؤولية مين مير هالشي؟ إذا وزير الأشغال يعني كان بالاجتماع معك ومع الرئيس الحريري، وزير الأشغال بيقول بالحرف فيك تسأله أنه مش هو اللي واضع دفتر الشروط. مين؟ دفتر الشروط كان موضوع سابقا. من قبل مين؟ من قبل وزراء أشغال سابقين. يعني من قبل الوزير السابق ولا اللي قبله ما كمان؟ ما بعرف. هيدا السؤال ما بعرف سأله بعرف. ما سألته ما استفهمت عن الموضوع لأنه الملف كله معك. أنا بدي أكل عنب. شو الحل؟ في حق بلدية شو الحل هلا؟ فيش عندي حل. في عندي حل واحد حق بلدية الشويفات بدها تاخده، حق الناس بدهم ياخدوه. هلا حق بل يعني أنا هالتزوير وهال ما يعني نحن مش عايشين ببلد، نحن مش عايشين بدولة وبقوانين. هاي قانون ومش عم يتطبق. هاي قانون وما عم يتطبق. هلا في التفتيش ناطرين ليعطينا استشارته اللي لازم تكون لأنه واضحة القصة مش إنه هيدا نحن هذا أمر ما لح نسكت عنه. وأنا هون بطالب فخامة رئيس الجمهورية وبطالب الرئيس الحريري وبطالب دولة الرئيس اللي مهما حصل كنله كل معزة واحترام لأنه مثل ما بيقول المثل العشري ما بتهون إلا على ابن الحرام دولة الرئيس نبيه بري هيدا أنه يوضع حد بقى للظلم وللتعدي وللهيدا يعني خلص بكفي شعارات
رناني. بعد الفاصل الإعلاني، المحور الأخير، زيارتك لسوريا بالدقائق المتبقية من هذه المقابلة. فاصل إعلاني ومباشرة نتابع الحوار معك بالجزء الأخير. بنحكي عن زيارتك لسوريا وعن زيارتك لموسكو كمان. بالقسم الأخير من حلقتنا معك مير طلال، بدي أحكي عن زيارتك إلى سوريا اللي كانت من أسبوع، ويعني مثل اليوم الأحد الماضي كان في عدة محطات وكان في مواقف ولقاءات مهمة صارت. بدي أستعرض بعض هذه المواقف من خلال هالتقرير، تأرجع نختم بأهمية هذه الزيارة وشو انعكاساتها وشو ترجمتها على أرض الواقع. حماية الدروز، الدروز عندهم مشروع خاص لنقول حماية الدروز، الدروز هم مشروع الوطن، بحاول البعض يدغدغلنا مشاعر رخيصة ليفصلنا عن المحيط. كل من يحاول ولو التفكير أن يجعل من الدروز حرس حدود لإسرائيل ستقطع يده من القارب. سمعت بعض الكلام انه ليش شباب الدروز بدهم يلتحقوا بالتجنيد الاجباري. خلينا نكون واضحين، نحن مسؤولين عن كل شبر ارض من ارض سوريا. لما يكون في قائد عظيم في هذه الامه مثل الرئيس الدكتور بشار الاسد، ما حدا يجرب يلعب بالنار. هو ضمانتنا الدولة السورية هي العمق الاستراتيجي تبعنا، وأي خطأ في هذا الموضوع هو خطأ استراتيجي عم نرتكبه بحق أنفسنا قبل حق أي أحد. هذه بعض المواقف اللي أطلقتها بزيارتك إلى سوريا وبعض المشاهد من خلال جولتك خلال هذه الزيارة. أنا سؤالي، الأحداث اللي صارت بالسويداء من فترة أحداث جدا مؤلمة، بعد في ناس مخطوفين موجودين، بعد في يعني عدم وضوح تام إنه هل ممكن يتكرر اللي صار أو لا، يعني من يعني شو الضمانة لحماية الدروز في سوريا؟ الجو يلي شفته هناك شو خلاصته؟ قلت لك أول شيء أهمية المشوار للزيارة اللي تمت لسوريا إلى أهمية وأبعادة استراتيجية. أول شيء تم اجتماع كبير بمقام زيارة سنوية لمقام النبي هابيل، هذا مقام الدروز من كل المنطقة بيقصدوه سنويا بزيارة سنوية. ومن وقت ما بدأت الأحداث في سوريا تعطل للسنة هيدي، السنة هيدي تم اجتماع كبير حضروه يعني دروز من الجولان، دروز من فلسطين المحتلة عرب 48، دروز من جبل العرب، دروز من جبل الشيخ، ودروز لبنان. والقرار الدرزي واضح استراتيجيا، واضح وصريح لا لبس فيه على الإطلاق، وهي أهميته، هيدا أبعاده استراتيجية، إن هنالك إجماع درزي في المنطقة بشكل خليني نقول 90%، اترك لحالي مجال هيدا 90% من الدروز في فلسطين، في الجولان، في السويداء، في السويداء جبل العرب، بجبل الشيخ، بلبنان بشكل عام، هذا أنه موقف الدروز واضح وصريح، حمايتهم ضمن الحماية الدولة السورية، الجيش العربي السوري، تسليم كامل لقيادة وحكمة الرئيس بشار الأسد لما يجري في المنطقة،
واعتبار الدروز جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الاجتماعي السياسي السوري بالحفاظ على الهوية العربية السورية ووحدة الدولة السورية، وكل كلام آخر لا يمت إلى الدروز بصلة ولا يعني الدروز. شو مصير المخطوفين يلي مازال معلق مصيرهم؟ خليني اختم الحلقة بهذا السؤال. المخطوفين اللي حصل الجريمة اللي حصلت بالسويدة واللي تم على أسرى اختطاف عدد الأسرى عدد من الدروز، هذا أمر عم بتم معالجته بكل ما أوتينا من قوة بقيادة الرئيس الأسد والدولة السورية بمعاونة كل المخلصين إن كان دول صديقة أو فعاليات الروس داخلين الروس داخلين بهذا الأمر. هذا الأمر الحقيقة الروس والكل داخل ضمن إطار التفاوض والكلام مع اللي بتمثله الجمهورية العربية السورية والرئيس الأسد والجيش العربي السوري، وهذا أمر مسلم فيه على كافة المستويات. على كل حال يعني ممكن كان يكون في كتير حديث له علاقة بالسويدة وجبل العرب والآخرين، بس يعني الوقت دهمنا. أنا بدي أشكرك مير طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني على هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك عبر تلفزيون الجديد، وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.